نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله، معي أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. كل يوم بيكون معنا ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من الأطباء في مجالهم. تواصلكم معنا على 012-616-1100، رسائلكم على 055-66-8901. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام iOS، أدخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، أدخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. اللي ما سمع الحلقة من أولها حاب يسمعها كاملة، يتابعها، يرسل الرابط لأي أحد يستفيد منها. حلقة حتكون خلال 24 ساعة بإذن الله موجودة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب. اليوم اليوم العالمي للسمنة، حنعرف إمتى تاريخه بالضبط مع دكتور هيثم الفلاح، استشاري جراحة السمنة والغدد الصماء ورئيس مركز المملكة لعلاج السمنة من مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية. دكتور هيثم كيف حالك؟ ألو؟ ألو؟ دكتور هيثم، أول شيء كيف حالك؟ أهلاً وسهلاً، الله يسلمك يا رب. دكتور، إحنا يعني قدمنا نبغى نعرف أول حاجة، هو متى التاريخ العالمي بالضبط ليوم السمنة العالمي؟ يوم السمنة هو يوم 4 مارس، بكرة غدا إن شاء الله. إن شاء الله. زي ما احنا عارفين يا جماعة الخير انه السمنة وباء عالمي، وفي اكثر من 800 مليون شخص مصاب به، وبيحط الناس في خطورة مرة كبيرة، سواء من امراض جسدية صراحة او نفسية، وكلها ما تنقص خطورة عن الاخرى، يعني لو وصلت لمرحلة معينة. خلينا في البداية نعرف، احنا بنشوف اوقات في 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 في, في النت دكتور، ما قبل السمنة، السمنة بعد السمنة، سمنة مفرطة، كثير مصطلحات ليها، بس خلينا نقول أول حاجة إيش هي السمنة؟ صحيح، شكرا لك يا أستاذة، وشكرا للسادة المستمعين. خلينا نتكلم بشكل علمي بالبداية عن السمنة، كيف تعرفها منظمة الصحة العالمية. السمنة علميا هي تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون، هذا التراكم يسبب خطر على الصحة، هذا هو التعريف العلمي المبسط للسمنة. كيف نقيسها؟ المقاييس قبل السمنة، مرحلة السمنة، زيادة الوزن، هناك مقاييس مختلفة، أهمها وأكثر شيوعاً مثل ما نعرف واسع جداً عند السادة المستمعين عندهم اطلاع عليه، هو مقياس كتلة الجسم، حيث نقارن الوزن مع طول الجسم هنا، وبناء عليه يتم تصنيف الشخص والمرحلة التي وصل لها من ناحية السمنة. كما تعرفي وكما وضحتي أنه السمنة منتشرة عالميا في جميع الدول وجميع مستويات الدخل، ومهما كان مستوى الرعاية الصحية في الدول ما زالت هذه المعدلات بارتفاع مستمر. دكتور، يعني هل أقدر أعرف إذا أنا معرضة للسمنة ولا لا من قبلها؟ اللي يعرف شخص أنه هو مصاب بالسمنة أو لا، أو عنده زيادة وزن، وهذا تشخيصه سهل جدا، يعني الشخص بنفسه يعرف أنه خلال ملاحظة أنه هناك مقاييس الملابس بدأت تتغير عليه، الوزن يلاحظ التغير الشكلي يظهر على سواء على الشخص أو على أفراد العائلة، وهذا من السهولة ملاحظته. يعني السمنة ما هي داء خفي، هي داء ظاهر للعيان، وتشخيصه سهل جدا، تصنيفه أو المرحلة التي وصل لها. هنا نأتي إلى المرحلة التي تحتاج إلى
جهة صحية ممكن تساعد الشخص على اتباع النمط الصحي أو العلاج المحافظ أو العلاجات المتقدمة التخصصية حسب المرحلة التي وصل لها الشخص. طيب دكتور، هل السمنة مرتبطة بس بسوء التغذية، ولا في ممكن تكون أسباب أصلاً مثلاً في الشخص نفسه أو أمراض أخرى تكون مسببة للسمنة؟ هذه نقطة مهمة جداً، وهذا من الأمور لنركز عليها في هذه المناسبة. السمنة يجب أن لا نحصرها بزاوية ضيقة من النظر أنه هي ناتجة عن خيارات شخصية بالأمور. أنا بعض الأشخاص قد ينظر لهم أنه هو شخص، أو نصنفه أنه هو شخص نشاطه قليل، عنده كسل، عنده زيادة شهية أو شراهة للأكل. هذا تبسيط للسمنة بما يضر بطرق علاج السمنة. السمنة أسبابها متعددة وكثيرة، ولها جذور عميقة جدا في الصحة، ويجب أن نوضحها دائما سواء بهذه المناسبة أو بشكل مستمر خلال جميع اللقاءات، أن السمنة لها أسباب وراثية، أسباب بيئية، أسباب مرضية يتعرض لها الشخص، أسباب دوائية، بعض الأدوية تسبب كأعراض جانبية تراكم الدهون وزيادة الوزن عند الأشخاص. الحالة النفسية والعاطفية للشخص لها دور أيضا في السمنة، فجذور السمنة عميقة جدا، يجب النظر لها بهذا الشكل، ويجب أن نكون حياديين مع الشخص المصاب بهذا الداء، أن السمنة ليست خيار شخصي، ليس هو يعني شخص قليل النشاط ولا كثير الشراهة، هي لها أسباب متعددة وواسعة، ويجب أن تعالج هذه الأسباب بمستطيع علاج السمنة. جميل. دكتور، نستأذنك في أنه نعرف اليوم العالمي للسمنة، ليش بنحتفل بهذا؟ إيش هذا اليوم؟ حقيقة أنا أود أن أشكرك على تنبيه لهذا اليوم. هذا اليوم مهم جدا، هو يوم من الأيام الصحية التي نشير لها عالميا، تجتمع كثير من الهيئات الصحية والطبية بالإشارة للأيام الصحية، حيث يتم التركيز على مرض معين في يوم معين من السنة. اليوم العالمي للسمنة تم تحديده في 4 من شهر مارس كل سنة، يتم فيه في هذا اليوم تسليط الضوء على العوامل البيئية والطبية التي تساهم في ارتفاع معدلات السمنة بشكل عام. يركز هذا اليوم على ما يمكن أن نفعله جميعا لعلاج السمنة، لتقليل معدلات الانتشار، ولنقطة مهمة جدا هنا هي إنهاء الوصمة للشخص السمين. يعني دائما نلاحظ الأشخاص البدناء قد يتعرضوا للنبذ أو الذم نتيجة سمنتهم هنا. طب احنا هذه النقطة اللي بنفصل فيها شوية دكتور بعد إذنك، لكن بعد الفاصل، عشان وقت الفاصل هنطلع الفاصل وحنرجع. زي ما قلت لكم، في عامل نفسي، في تنمر، في مشاكل بيتعرض لها الشخص بتأثر عليه في حياته بصورة جدا كبيرة، حتى لو نحف حتى بعدها أو فقد والوزن والكثير كمان منه. خليكم على السمع. معاكم مستمعينا ودكتور هيثم الفلاح، معانا اليوم نتكلم عن اليوم العالمي للسمنة وتفاصيل كثير عن السمنة. دكتور، كنا مركزين على نقطة جدا مهمة، إنه غير المشاكل حنتكلم عن الأمراض الخطيرة اللي ممكن تسببها السمنة كأمراض، لكن كنا بنتكلم في البداية عن العامل النفسي وتعرض الشخص للكثير من الذم والتنمر. صحيح، هذه النقاط المهمة التي يتم التركيز عليها في اليوم العالمي للسمنة، موضوع التنمر أو وصمة العار التي يوصف بها الشخص السمين. هذا الشيء منتشر في جميع الفئات العمرية، في جميع طبقات المجتمع، داخل محليا ودوليا، حيث نلاحظ
أن الأطفال قبل سن المدرسة يتعرضوا للتنمر من أخوانهم أو حتى من الوالدين، حيث يوصف واحد من الطفل السمين بألقاب أو وصف غير مناسبة له بالأمور، ولها تأثيرها لوحظا تأثيرها النفسي طويل الأمد على الطفل بين أخرانه. الأطفال في سن المدرسة كثير ما يتعرضوا للتنمر من أصدقائهم في المدرسة، تتعرض الفتيات للوصمة من باقي الزميلات. حتى عند البالغين معروف أنه قد يتعرض الشخص البدين أو السمين هنا إلى نقص في فرصه في حصول على الوظائف عند مقارنته بشخص بالوزن الطبيعي. هذا الأمر نحتاج أن نركز عليه، وهو من الأمور ننظر لها في اليوم العالمي للسمنة، ويجب أن يكون تحملنا كأفراد ومجتمع صفر بالنسبة للموضوع قبول تمييز أو وصمة لهذه الفئة من المرضى. الأشخاص البدينون أشخاص زاد الوزن عندهم نتيجة عوامل غالبا خارجة عن إرادتهم، هي عوامل كثيرة مثل ما ذكرناها، وراثية، بيئية، جينية، أو عوامل نفسية، عاطفية، دوائية، مجموعة واسعة من الأسباب السبب السمنة. يجب أن لا نلوم الشخص على زيادة وزنه، يجب أن نقف بصفه ونعامله دائما كأي شخص طبيعي بدون أي تمييز أو انتقاص من حقوقه نتيجة زيادة الوزن. جميل دكتور، خلينا نتكلم شوية عن الأمراض اللي ممكن تسببها السمنة، ما أعرف من الأكثر شيوعا أو الأكثر خطورة، اختيارك دكتور. السمنة مرتبطة بعدد كبير من الأمراض. الآن أي زيارة لمريض إلى أي عيادة، سواء عيادات الرعاية الصحية أو العيادات التخصصية، من يعني الطلبات الشائعة يطلب الطبيب من المريض انقاص وزنه. السمنة ثبتت علميا أنها مرتبطة بكثير من الأمراض. إذا بدأنا من الرأس، مرتبطة بالأمراض الهرمونية، بالأمراض النفسية، بالأمراض العصبية، لها ارتباط يعني واضح جدا ومثبت. والأكثر شيء عنها ارتباطها بالداء السكري، حيث أن الداء السكري هو داء يأتي مع التقدم بالعمر، لكن كلما كان الشخص عنده زيادة وزن نلاحظ أن سنوات حدوث داء السكري تكون أبكر بكثير من أقرانه أو من أفراد عائلته اللي أصيبوا بالداء السكري. الأمور هذه أمراض القلب، الشرايين ترتفع بشكل كبير عند الداء السكري. ولوحظ وثبت علميا أن علاج السمنة وتخلص من نسبة جيدة من الوزن الزائد لها تأثير عكسي تماما لما سببته السمنة. الأشخاص البدناء إذا استمروا بسمنتهم تتطور عندهم السمنة بشكل سيء وتتفاقم الأمراض، بينما الأشخاص البدناء الذين خضعوا للعلاجات سواء محافظة أو جراحية لاحظ أن عوامل الخطورة تراجعت بشكل كبير. حتى نلاحظ أن السمنة لها علاقة بمجموعة من الأمراض السرطانية، حيث هناك نسبة من الأمراض السرطانية ترتفع مع زيادة وزن الشخص. نلاحظ مثلا بشكل واسع سرطان الثدي عند الأشخاص أو عند السيدات الأكثر وزنا، نسبة انتشار أكثر من السيدات ذوات الوزن الطبيعي كنسبة بالانتشار الأمور، ومجموعة أخرى من الأورام. فالسمنة مرتبطة بمجموعة واسعة، لكن الشيء الجيد أن علاج السمنة ممكن أن يعكس هذا التأثير السلبي. فالعلاج جزء ضروري من علاج الأمراض الأخرى التي سببت السمنة. جميل دكتور، يعني عودة اليوم العالمي للسمنة، نبغى نعرف ليش بيتم التركيز فيها على السمنة كداء، ليش هو مهم؟ هل هو لمحاربة هذه الأمراض أم لمحاربة السمنة بحد ذاتها مثلا؟ طبعا
يتم التركيز على السمنة وأفرض لها يوم عالمي لعدة أمور. يعني مثل ما تفضلت، أولا للعواقب الوخيمة والأمراض المرتبطة بالسمنة مثل ما ذكرنا الآن. الشيء الثاني، السمنة داء منتشر عالميا، فعندما يتم تخصيص أحد الأيام يتم التركيز على مرض شائع غالبا. فالسمنة منتشرة وما زالت المعدلات بارتفاع في جميع دول العالم. لم تستطع أي دولة الآن منعكس منحنى زيادة الحالات، تختلف سرعة الزيادة بين الفئات العمرية بين بعض المناطق وأخرى، لكن جميع الدول نلاحظ ارتفاع معدلات السمنة. حتى أنا نتوقع أن معدلات السمنة عند الأطفال قد تزيد بنسبة 50-60% خلال العشر سنوات القادمة. يعني يتوقع أن يصل عدد الأطفال بالعالم إلى نحو 250 مليون، وهذا رقم كبير. وعلاج سمنة الأطفال يعني يشكل تحدي حقيقي. إلى الآن هذه الفئة العمرية ليس لها بروتوكولات واضحة للعلاج. مثلا إذا قررنا الذهاب إلى العلاج الدوائي أو العلاج الجراحي، ما زالت هذه الأمور في البدايات وليست لها بروتوكولات واضحة لعلاج هذه المجموعة من المرضى. الفئات العمرية الأكبر إلى الآن لدينا خطوط واضحة للعلاج ممكن نتعامل معهم. أثبتت يعني الدلائل العلمية فائدة هذا العلاج ومدى استمراريته ومناسبته لكل فئة حسب نوع العلاج ونوع الدرجة السمنة اللي تعاني منها الشخص. دكتور، أنا كشخص كفرد في المجتمع كيف أقدر أشارك وأستفيد وأفيد في يوم السمنة العالمي؟ يوم السمنة العالمي يخصنا جميعا، يخص الأفراد ويخص المنشآت ويخص الجمعيات العلمية والاجتماعية بشكل عام. مهمتنا هنا أو لنا دور كأفراد وكمؤسسات في زيادة تعلمنا ومعرفتنا عن السمنة، ما هي أسبابها، الأمراض التي تسببها، كيفية التعامل معها، كيفية معالجتها، الاطلاع على الحلول المتوفرة. والشيء الجيد أنه كثير من الهيئات الصحية سواء عالمية أو المحلية مثل مركز التحكم بالأمراض، وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في المستشفيات والجامعات توفر كثير من الأبحاث حول السمنة، وبعضها بعض هذه الأبحاث متوفرة بشكل سهل وللجمهور باللغة العربية وبشكل واضح، وتعطينا فكرة واضحة عن السمنة وكيفية التعامل معها. هذا نصل له التعلم والمعرفة عن السمنة حجر أساس في علاج هذا الداء. النقطة أساسية ثانية لنا كأفراد وكهيئات أو مؤسسات، يجب أن نعيد تقييم وجهة نظرنا تجاه السمنة، نكون أكثر تقبلاً تفهماً واحتراماً لهذه الفئة من الأشخاص. ويجب علينا جميعاً أن نكون واضحين في عدم التساهل مع أي تمييز ضد هذه الفئة. هنا هذا دور أساسي ونركز عليه في اليوم العالمي للسمنة. الاهتمام جدا كبير بالعامل النفسي وطرق التعامل. عامل النفسي وعدم التهاون مطلقا في التمييز في أي من الحقوق للشخص الذي يعاني من زيادة الوزن. في اليوم العالمي للسمنة يجب أن نستغل جميعا حتى على المستوى الشخصي هذا اليوم للنظر إلينا كأشخاص. يعني شخص ممكن ينظر إلى نفسه خصوصا عندما يلاحظ أنه بدأ مقاساته تختلف، مقاسات الملابس تختلف، يلاحظ أنه زيادة في الوزن سواء بالميزان أو على المرأة. يمكن أن يبادر من نفسه بالاشتراك بالنوادي الرياضية المتوفر الآن بشكل واسع في جميع المناطق، يحاول التعديل
أو اتباع بعض الأنظمة الصحية الجيدة، نمط حياة جيد، نمط نشاط رياضي، بحيث يتغلب على السمنة من بدايتها. وإذا كان هذا الأمر يعني تقدم مرحلة أكثر، بإمكانه أن لا يهمله. السمنة مرض قابل للعلاج. جميل. وتتوفر يعني مراكز الرعاية الصحية المنتشرة بشكل واسع خيارات جيدة للعلاج، خصوصا في المراحل الأولى للمرض. وإذا احتاج إلى تحويل إلى مراكز متخصصة، ممكن البدء بذلك قبل تفاقم الأمراض المصاحبة للسمنة. دكتور نستأذنك بس في فاصل وحنرجع بس نشوف الطرق الحلول المتاحة، مثلا لو كان الشخص في البداية في منتصف أو في السمنة المفرطة. خليكم على السمع. دكتور هيثم، أنتم في مستشفى المملكة كمركز معتمد عالميا لعلاج السمنة، إيش اللي بتقدموه من حلول؟ لكن خلينا نبدأ بالحلول. مثلا لو أنا شخص في بداية، شخص خايف من السمنة، هذا الشخص يحتاج برضو حلول للوقاية. شخص في بداية السمنة، شخص يعني ما قبل السمنة وفي بداية السمنة، وأكيد في مرحلة في الوسط وفي مرحلة بتكون هي اللي تعدت الحد. صحيح، البداية طريق العلاج للسمنة هو وعي الشخص بإصابته بهذا المرض أو قرب إصابته بالأمور. إحنا يراجعنا كثير من الأشخاص في مركز علاج السمنة، أما نتيجة تحويل من أحد الزملاء لوجود أمراض أخرى مصاحبة للسمنة، ويراجعنا عدد كبير من الأشخاص لرغبتهم الشخصية بتحسين وضعهم الصحي، لاحظوا زيادة الوزن عندهم، لاحظوا تأثيرها على حياتهم، على وضعهم الاجتماعي أو الوظيفي، لذلك حاولوا يحسنوا هذه الأمور بمراجعتهم للطبيب المختص بالسمنة. أو قد يكون أحد الأشخاص من العائلة له تجربة إيجابية في علاج السمنة، فهذا الشيء يحفز باقي الأفراد أو باقي الزملاء على النظر بشكل إيجابي للحلول. مثل ما تفضلت، علاج السمنة يبدأ بتشخيص هذه الحالة، المرحلة التي وصل لها. بعض أسباب السمنة قد تكون ناتجة عن أمراض أخرى، فعلاج الأمراض الأخرى يساعد في التخفيف من السمنة. قد تكون ناتجة عن استخدام بعض الأدوية، فتغيير المجموعات الدوائية يساعد أيضا على التخلص من السمنة. لكن السمنة بشكل عام يتم تقسيم علاجها إلى ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى هي مجموعة العلاج السلوكي، بحيث يزيد جرعة التوعية للشخص بالسمنة وأسبابها، كما يزيد من تحفيز الشخص على تحسين نمط الحياة من زيادة النشاط، سواء بشكل شخصي أو بشكل محترف بالذهاب إلى صلاة رياضية. المجموعة الأخرى هي تبدأ بالنصائح التي تكون تحت الإشراف، النصائح الغذائية، ودخول الشخص في برامج الحميات المناسبة لوضعه ومستوى السمنة الموجودة عنده. ثم ننتقل إلى المجموعة الأخرى، هي مجموعة الأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن. حقيقة الآن بدأت تظهر مجموعة جديدة من الأدوية أثبتت فعاليتها، يجب أن نتوقع منها أنه تساعد الشخص الذي بدأ بتغيير نمط حياته باتباع الحميات لزيادة النشاط، تساعد على الحفاظ على المكتسبات التي اكتسبها من زيادة من نقصان الوزن، وتساعد على زيادة فعالية النشاط اليومي الذي قام به. فإذا مجموعة سلوكية، مجموعة دوائية، المجموعة الثالثة وهي المجموعة العلاجية الأكبر، وهي الإجراءات التداخلية. وهذه مجموعة واسعة جدا، بدأت احنا الآن نتكلم من أكثر من 7 عقود من العلاجات التداخلية لعلاج السمنة، أثبتت فعالية على مدى هذه السنوات،
مناسبة لمجموعة من المرضى يجب تحديدهم بشكل جيد، تحديد العلاج المناسب لهم. العلاجات التداخلية نقصد فيها هنا أنه يتم إجراء شيء لجسم المريض، تداخل على جسم المريض. قد يبدأ بأمور بسيطة من نوعية البالون المعدة، وهذا يمكن إدخاله بالمنظار أو حتى البالونات الجديدة الممكن إدخالها ككبسول، وننتقل إلى التداخلات الجراحية الأكبر كتكميم المعدة، كاستخدام الجراحات لأمراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي تساعد على تخفيف الوزن. كل مريض يجب تشخيصه كحالة منفردة، تقديم الحل المناسب له بما يتناسب مع مرحلة السمنة وما يترافق معها من أمراض أخرى. دكتور، في بعض ملامح السمنة خلينا نقول بتبان على الأطفال وبيكون أكلهم جدا طبيعي، يعني زي وزي أخوه، لكن هذا الطفل بيكون عنده، يعني ما أعرف، بيكون عنده كده زيادة في الوزن. إيش العمل في هذه الحالة؟ يعني إحنا ما نبغى نعرض الطفل لعمليات لا لا، العمليات ما زال مبكر الكلام عليه بخصوص الفئات العمرية المبكرة. بالبداية وعي الوالدين بأن هذا الطفل مختلف عن أخوانه، هذا شيء جيد جدا، يجب النظر عليه بشكل صحي وعدم التهاون بهذا الشيء من البداية. من البدء هناك الوقاية قبل العلاج، الوقاية بأنه يكون المنزل هو بيئة محفزة، بيئة مثالية للمحافظة على الشخص بالشكل السليم، بوزن سليم. فالمنزل قد يكون الوالدين مثال جيد من ناحية النشاط البدني أو طبيعة الطعام أو أنواع الطعام الذي يتناولونها، بحيث أنها تكون محفزة للأطفال لاتباع هذا السلوك الغذائي الجيد. توفير الخيارات الجيدة في المنزل دائما قد يكون أسهل شيء أو الشيء المغري، أو قد يكافئ الأطفال بإعطاء الحلويات، بينما الأنماط الغذائية أو توفر الغذاء الصحي قليل الحريرات ليس لا يكون قريب على المتناول الطفل، وقد يحتاج إلى أعداد أو تقديم بشكل مختلف لهذا الطفل. فالنموذج الجيد من الوالدين، توفير الخيارات الصحية داخل المنزل، هذا شيء رئيسي. بداية ظهور السمنة، عندما تظهر السمنة عند الأطفال خصوصا إذا كان حالة منفردة عن باقي إخوانه، الأفضل مراجعتها بشكل مبكر للمراكز التي تهتم بصحة الأطفال كطبيب الأطفال أو مراكز الرعاية الأولية، حيث يمكن تشخيص هذه الحالة، هل هي ناتجة عن أمراض أخرى قد تؤدي لها، كبعض الأمراض الهرمونية، بعض الأمراض الجينية، أو نتيجة الخيارات التي وضع الطفل فيها خلال مراحل نموه. فالاستشارة الطبية المبكرة مفيدة جدا لهذه الفئة، وعدم إهماله، بحيث أنه مع الوقت يزداد الوزن، تتراكم الدهون، يزداد تأثير النفسي للسمنة، يزداد الإهمال للطفل مع التقدم بالمراحل العمرية والدراسية، تصبح الحلول والخيارات أقل بالنسبة للطفل، وقد توجهه نحو خيارات وإجراءات كان ممكن تلافيها لو كان التدخل بشكل أو التشخيص بشكل مبكر. جميل. تواصلكم معنا على 055-66-89-01، اتصالاتكم على 012-61-61-100. فاصل قصير، راجعين ومكملين معكم، خليكم على السمع. مكملين معاكم ودكتور هيثم. دكتور هيثم، خلينا نقول انه هل في مثلا مرحلة يعني خلينا نقول انه هذا الشخص سمين لي فترة، او هذا الشخص في بداية السمنة، هل في البداية او خلينا نقول في اول مراحل السمنة حيختلف طرق العلاج، ام حتكون نفسها ما حتختلف كثير؟ مثل ما ذكرتي انه السمنة هي مرض مزمن،
دائما عند نفس الأشخاص هناك مرحلة بإمكانه يحددها متى بدأت سمنته. غالبا قد يربطها بمناسبة اجتماعية معينة، يعني انتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، انتقال من مرحلة الدراسة إلى الوظيفة قبل الزواج أو بعد الزواج. دائما يستطيع الشخص أن يحدد تقريبا بداية مرحلته أو دخوله في السمنة. علاج السمنة طبعا البدايات قد تكون أسهل بكثير والاستجابة تكون أسرع، وخصوصا للطرق المحافظة من ناحية تغيير نمط الحياة أو تعديل النشاط البدني وتعديل النمط الغذائي الذي يتناوله الشخص. بعد هذا الشيء عندما تصبح السمنة مزمنة وتثبت في الجسم لسنوات، قد يحتاج الشخص إلى علاج بنمط آخر، يحتاج إلى نوع من التدخل الدوائي لهذا الشخص بالإضافة إلى تحسين نمط حياته، أو قد يكون وصل إلى مرحلة متقدمة بحيث أن كتلة الجسم تكون كبيرة جدا ويحتاج إلى تدخل جراحي لعكس زيادة الوزن وعكس الآثار السلبية للسمنة. فالسمنة كداء مزمن كلما كان علاج بشكل مبكر، نظر لها بشكل مبكر، الحلول تكون سهلة ومتوفرة وغير مكلفة. كلما تقدم الداء كلما زادت المشاكل الأخرى، وكلما كان العلاج أكثر ويحتاج إلى تدخل أكبر بالنسبة للمريضة. يعني بما أنه إحنا قلنا المريض أو المريضة، خلينا نقول مين عندهم السمنة أكثر، الرجال أم السيدات؟ في المجتمع من ناحية الإحصائيات يختلف حسب الفئة العمرية. فئة الأطفال الأولاد أكثر من البنات. في فئة المراهقة تبدأ فترة الفتيات أكثر من الأولاد بس بنسبة بسيطة جدا. مع التقدم بالعمر نلاحظ عند البالغين أن نسبة السيدات اللي عندهم زيادة الوزن أكثر من نسبة الرجال عندهم زيادة الوزن، لكن بالمقابل نلاحظ أن الرجال السمنة عندهم أكبر، فكعدد السيدات عندهم زيادة وزن أكثر، لكن كزيادة وزن ككتلة جسم أكبر نلاحظ عند الرجال أكثر من السيدات. هل هذا بسبب بنية الجسم؟ أكيد بنية الجسم، الأنماط الهرمونية اللي تختلف حسب العمر وحسب الجنس عند المجموعتين هذه. دكتور، الحلول اللي موجودة هل ممكن أي منها حل يعني ترجع السمنة بعدها؟ صحيح، السمنة يعني هل ممكن التخلص منها نهائيا؟ السمنة احنا دائما نشبهها بالأمراض المزمنة، نفس أمراض ارتفاع الضغط أو السكري أو حتى الأورام، تحتاج إلى نمط معين من العلاج قد يستجيب له المريض ويستجيب بشكل جيد ويلتزم فيه وتحسن الأمور بشكل جيد لسنوات طويلة. بعض الحالات تكون معندة على العلاج البسيط، تحتاج إلى تدخل من نوع آخر قد يكون يصل إلى مرحلة تدخل جراحي. ونتيجة طبيعة المرض نفسه أنه هو مرض مزمن، قد يحتاج الشخص إلى تدخل جراحي مرة أخرى بعد فترة من التدخل الأول. هذا لا يتعلق بالمريض تماما، يتعلق أيضا بطبيعة المرض. السمنة هي مرض مزمن، علاجها يجب أن ينظر له كجميع الأمراض المزمنة، يحتاج إلى أنماط علاجية مختلفة، يحتاج إلى أنماط علاجية ممتدة لسنوات طويلة إلى الأمام، ورعاية ممتدة لسنوات طويلة مع المريض. سواء أجرى العمل الجراحي كعلاج يعني متقدم جدا أو لم يجري، فعلاج السمنة يجب أن ينظر له أنه علاج طويل الأمد، ليس علاج مرحلي خلال فترة بسيطة يمكن تخلص من السمنة والانتهاء منها. هل أقدر يعني مثلا خليني أقول الأشياء اللي بتسويها الجراحات أو علاجات، هل ممكن مثلا شخص يختار أنه ما يبغى يتعرض لهذه الأشياء ويبغى أنه مثلا يعني
باللايف ستايل أو بنمط الحياة يعالج نفسه. صحيح، أي شخص حتى لو تقرر إدخاله إلى خط العلاج الجراحي لابد أن نبدأ معه بتغيير نمط الحياة والقناعات وزيادة رغبته في الاستمرار بنمط حياة صحي. هذا الشيء الجراحات وحدها لا تكفي إذا لم تكن هذه القناعة موجودة عند المريض. لابد أن يكون العلاج المحافظ موجود. العلاج الجراحي ليس هو الحل لجميع الحالات، هناك حالات خاصة فقط تحتاج إلى العلاج الجراحي. هو علاج مأمون يتميز أن نتائج العمل الجراحي تظهر بشكل سريع، أنه فقد نتكلم عن 10 أو 15 كيلو خلال الفترة الشهر الأول، يزداد ذلك إلى أرقام يعني متسارعة بحيث أنه يتخلص من الوزن الزائد خلال 6 إلى 9 أشهر، وهذا إنجاز كبير جدا خصوصا بالأوزان الكبيرة. ميزة العمل الجراحي عن الإجراءات غير الجراحية أن النتيجة سريعة وتمتد لسنوات إلى الأمام بالأمر، عكس ما نلاحظ بعض الإجراءات المحافظة حيث أن الشخص يدخل في دورة من نمط الحياة الصحي بالنشاط وحميات غذائية، عندما يتوقف لاحظ أن الوزن رجع بشكل سريع إلى المرحلة السابقة، خصوصا إذا أخل بمتطلبات نمط الحياة الصحي. طيب خلينا بس ندلهم على حاجة في آخر دقيقتين دكتور عشان إحنا نكون كمان واضحين فيها. استخدام العلاجات الأعشاب، أدوية، حبوب معينة، حوارق، الأمور هذه كلها بطريقة ارتجالية وعشوائية، أكيد أنه قابلت كثير من هذه الفئة من الناس اللي ربما كمان الأغلب فيهم ندموا على استخدامها بصورة سيئة. صحيح، أحب أكد لك الآن أنه لا يوجد لدينا أي مجموعة طبية علاجية تسمى حارق دهون، لا يوجد بالمجموعة الدوائية شيء حارق الدهون. الأدوية المستخدمة الآن والمعروفة لعلاج السمنة بشكل عام تأثيرها الرئيسي على أنقاص الشهية أكثر من العوامل الأخرى، بحيث أنه كمية الطعام أو رغبة الطعام عند الشخص ستكون أقل من الفترات السابقة. حتى المجموعات الدوائية المعروفة للسمنة حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح لابد أن تترافق مع حمية غذائية وزيادة النشاط الرياضي. لا يمكن الاعتماد فقط أنه أخذ دواء معين ويختفي الوزن، ويجب أن نكون واقعيين بالنسبة لتأثير المجموعات الدوائية حيث أن لها أيضا حدود بنزول الوزن. ما أتوقع أنه ينزل الشخص عنده سمنة مفرطة جدا أو سمنة لسنوات طويلة ممكن تختفي فقط بالعلاج الدوائي البسيط. لابد كل شخص يشخص بشكل جيد ويعطى له العلاج المناسب، ودائما أنصح أنه الزيارة المبكرة لمراكز السمنة، للأخصائي السمنة، للمراكز الصحية الأولية بتكون هي الحل، يعني طريق واضحة للتشخيص والعلاج المناسب لها لكل فئة. دكتور هيثم ألف ألف شكر على وجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا لك على الاهتمام بهذا الموضوع وعلى الاهتمام بهذا اليوم العالمي للسمنة، يوم مهم جدا، وإن شاء الله نلتقي على خير إن شاء الله دائما وأبدا. وألف سلامة على الجميع، نرجع نقول الله يشفي كل مريض، يرحم كل متوفي، ويجبر خاطر وقلب كل شخص مفارق. انتبهوا على نفسكم. وصلنا لختام حلقتنا، على أمل يتجدد لقائي فيكم بإذن الله الأحد القادم في حلقة جديدة من برنامج تيمبو. كنت معكم نهى سعدي، هالة منصور معنا من الإخراج، في أمان الكريم، وانتبهوا على بعض.